زار الفنان المصري محمد رمضان مركز فوج إطفاء بيروت ووضع إكليلي من الورد على النصب التذكاري لشهداء فوج الإطفاء. موقع الفن كان له لقاء حصري ومميز مع محمد رمضان. تابعوا معنا. النجم المصري محمد رمضان، بدنا نرحب فيك على موقع الفن ونقول لك أهلا وسهلا فيك بلبنان. اليوم بخطوة لافتة ومميزة عم تزور مركز فوج إطفاء بيروت، قد بتعني لك هالزيارة وشو رسالتك كمان لكل أهالي شهداء انفجار مرفق بيروت؟ أقول لهم إن يعني أبنائكم أبطال، إحنا بنفتخر بيهم وبنفتخر بعروبتهم وبنفتخر بتضحيتهم بأرواحهم علشان بلادهم وعلشان أمن شعب لبنان، وأنا فخور بارتداء هذا اللبس، إن أنا فخور إن أنا لابس لبس هؤلاء الأبطال وهظل أفتخر بده، وفخور إن ابني معايا. ولسه كنت بقول له ان دول الابطال، دول ابطال بجد مش ابطال سينما، الابطال الحقيقيين على ارض الواقع هم الناس اللي بتضحي بارواحهم علشان بلادهم. يعني بظل هالاوضاع السيئه اللي عم بيعاني منها لبنان كمان يعني انت حبيت تجي على لبنان كرمال امبارح تتكرم، فخبرنا اكثر عن هالتكريم من مهرجان افضل. تكريم مهم، ما اقدرش يعني، لبنان وطن غالي وبلد غالي واحنا اشقاء بالدم العربي، وما اقدرش اقول للبنان لا، يعني شعب لي انا في واجب عليا كعربي تجاه لبنان طول العمر. يعني احنا مثل ما بنعرف لبنان له حصه كبيره عندك، له قيمه كتير كبيره عندك. طبعا الوطن العربي كله، كلنا واحد وكلنا، والشده بتظهر الرجال، يعني في الشدائد تظهر تبان الرجال. فلبنان في شدة، احنا كلنا موجودين في لبنان وكلنا مساندين لبنان ان شاء الله لحد ما تبقى اقوى من الاول باذن واحد. شو بتقول للشعب اللبناني اليوم اللي عم بيعاني، اليوم اللي عم ينتفض؟ اقول له يعني لكل جواد كبوة. سيدنا يوسف كان في 7 سمان في قصة سيدنا يوسف، وفي 7 عجاف، نصبر ونتحمل ودي بتبقى اختبارات بنعرف من خلالها مدى انتمائنا لبلادنا قد ايه، ولا احنا مع بلادنا في السراء بس. لا، انت بتحب بلدك تبقى معاه في السراء والضراء. الله يبارك فيك. يعني مثل ما بنعرف نحن كل انسان ناجح بيتعرض للانتقادات، نحن كويب سايت الفن دايما مندافع عنك، مننزل مقالات عنك ومندافع وقتها عن طريقة لبسك، وصار يوم تردوك نحن دافعنا وقتها عنك، قلنا كل واحد حر مثل ما بده يلبس، بالنتيجة انت نمبر 1 ونجم كمان. الله يخليك كلك ذوق. كيف بتتعامل مع الانتقادات يعني؟ لا يتحدث احد عن مهزوم، المنتصر فقط هو اللي الناس بتتكلم عنه. طول ما الناس بتتكلم عليا بعرف ان انا ماشي كويس وان احنا منتصرين. حطيت على صفحتك الخاصة صور او فيديو من حفلك بالساحل الشمالي وقلت اكبر حضور جماهيري كان بال 2021. ياس الحمد لله 85,000، لانه هو ال- ال- الارض اللي انا اخترتها هي اكبر ارض في الساحل الشمالي. قلت انه عندك جمهور فعل وجمهور حقيقي، ما كان هيك مثل استعراض على السوشيال ميديا، فهون قالوا المتابعين يمكن عم تقصد حدا فنان معين. لا لا والله ما اقصد حد. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.